يعطيكم العافية، كيفكم أصدقائي؟ بعد ما صار الزلزال حاولنا نروح على المناطق المتضررة لنساعد الناس، بس للأسف ما قدرنا وما مشي الحال. لذلك قررنا أنه نعوض فعل الخير والإنسانية برمضان. خطر ببالنا كتير شغلات نعملها، بس للأسف كله صعب علينا. بس نستسلم؟ أكيد لا. حطينا خبر عند قرايبيننا المغتربين اللي بنوثق فيهم، وفعلا تلبى النداء من أهل الخير. هلأ بداية كان المبلغ كتير بسيط، بس قدرنا نستغله صح، وهيك بلشنا حملتنا. جبنا الأغراض، يعني طبعا حاولنا نحن نجيب المستلزمات الأكثر شيء بيحتاجوها العالم، يعني مثل الرز، سكر، ملح مثلا، البيض، دبس البندورة، شعيرية، والجبنة والحلاوة كانوا ضمن هالأغراض. كمان كل حصة كان فيها شعيرية، رز، دبس بندورة، سكر، جبنة، حلاوة، ما بننسى الملح، وأكيد صفة البيض. وهي جهزنا الحصص كلهم وعبيناهم بالأكياس، وهلأ بدنا ننطلق لحتى نجيب الفروش كمان حتى نحطه ضمن الحصة. ووصلنا لمحل الفروج وجهزناهم وطعناهم بالتساوي لحتى نبلش توزيع. وأخيرا جهزنا كل الأغراض، ضبيناهم بالسيارة، حطينا الحصص من ورا ووصفات البيض من قدام مشان ما يتكسروا، يعني شيكنا عليهم حتى نتأكد انه كاملين، كل حصة فيها مثل اختها، وصرنا جاهزين للانطلاق. وانطلقنا للمباشر بحملة الدنيا بخير. بلشنا توزيع للناس المستاهلة. طبعا سألنا كل الناس قبل ما نصور وما كان عندهم اي مشكلة، وعيدنا عليهم كانت الأمور كلها بخير. وصلنا لآخر حصة، الحمد لله الله كان معنا بجولتنا وانبسطنا كتير
وفرحنا لفرح الناس ودعواتهم الجميلة لإلنا. والشكر الكبير طبعا لأهل الخير يلي ساعدونا بحملتنا، والله يجعلها بميزان حسناتهم وحسناتنا إن شاء الله.